هلا السنه عم بيكون في اختلاف عن السنين الماضيه، انا هي 7 سنه بقدمها باحتفاليه فيروز باللاذقية تحديدا مقهى صباح ومساء. حيكون في اختلاف انه هي اول مره حيكون معي تقريبا عدد عازفين اكبر وفي كتله وتريات كبيره، فانا عم بستغلها حتى بالبرنامج حيكون مختلف تماما. عم نقدم شيء كثير بيتطلب هاد هيك كبر بالفرقه. كثير مبسوطه انه حيكونوا معي اصدقاء واساتذه من المعهد العالي الموسيقى بقياده المايسترو استاذ عدنان فتح الله، والبرنامج حيكون مختلف وحاولنا قد ما فينا انه ما نضل مثل ما نحن، يكون في تطور واضح يعني. هذا ببلش من كبر الفرقه للبرنامج لكل التفاصيل الثانيه. في ميدليات، في شيء مع بيانو، في شيء مع الاوركسترا، حيكون في كمان اغاني مثلا بتتغنى لاول مره مثل في امل، مثل انا فزعاني. حاولنا يكون في اشياء هيك، نوعنا يمكن شوي. نحن هالحفله حنغني لزياد اكثر، بس في كثير في حاولنا ننقي شيء لاستاذ فنيمون وللرحابني، حاولنا ننوع بس اكثر. زياد بنعرف قديش له وجمهوره كمان بين الشباب والصبايا. ما في كلام بيعبر يعني، احيانا الواحد يمكن السكوت هو بيعبر اكثر لانه بالقلب اكبر بكثير. بس بنقول انه انت يمكن هيك، بس نتذكر وجودك ونتذكر شو عملتي بحياتك وشو الطاقه اللي عطيتينا اياها. وعن جد انا دائما بقول انه انا بتعلم منها، من اغانيها على الصعيد الشخصي. عن جد هي مو بس بتعلم او الموسيقى وبتعلم الاخلاق اذا بدك. فبدي اقول لها الله يخلي لنا اياكي، وان شاء الله نضلي هيك تعطينا، ونحن ناطرين كل جديد وناطرين نشوفك بطلات جديده. نحن مجرد انه نشوفك لحاله بكفي يعني.